طبعا تعرف القطاع الخاص في المملكة خصوصا بعد الرؤية 2030 أصبح مساهم كبير جدا في الناتج الإجمالي المحلي السعودي، يعني ويصل تقريبا مساهمته إلى 40% من مجموع الناتج الإجمالي المحلي، وهذا يدل على أهمية القطاع الخاص. القطاع الخاص مثل ما تعرف ينقسم إلى قسمين، شركات كبيرة والشركات الصغيرة المتوسطة، والتي تمثل 90% تقريبا من حجم القطاع الخاص. الشركات الصغيرة المتوسطة هي العمود الفقري للقطاع الخاص، وأيضا لها دور كبير جدا في أولا في التوظيف، في التجارة، في الصناعة، في الخدمات، وأيضا في الابتكار. يعني لها دور كبير في الابتكار. الشركات الصغيرة تبدأ ثم تنطلق لتصبح شركات ضخمة جدا، وهناك يعني شواهد كثيرة على مستوى العالم من هذه الناحية. القطاع الخاص يعول عليه كثيرا في المساهمة، وإذا نتذكر برنامج شريك سيدي سمو الأمير محمد حينما ذكر أن البرنامج هو بالشراكة بين القطاع العام والخاص، وهذه ثقة من الجانب الحكومي ومن حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص لإعطائه دور في التنمية. والحمد لله القطاع الخاص يقوم أدوار ضخمة جدا، وهنالك مؤشرات كبيرة جدا لدور القطاع الخاص سواء في التنمية أو في التوظيف. يعني ارتفعت نسب التوظيف لتصل أو قلت قسم البطالة لتصل إلى 8%، ومعنى ذلك أن ارتفاع مستوى التوظيف. دور المرأة في القطاع الخاص أصبح واضح جدا. دور القطاع الخاص أيضا في التجارة الدولية أصبح واضح جدا. مؤسسات القطاع الخاص مثل اتحاد الغرف والغرف التجارية أصبح لها دور أيضا مهم جدا في نقل الصورة الحقيقية للقطاع الخاص إلى الجانب الحكومي وبالعكس. فهنالك شراكة وطيدة بين الجانب الحكومي والقطاع الخاص، وإن شاء الله يعني هذا دليل على ترابط الوطن المملكة العربية السعودية وترابط القطاعين العام والخاص، مما يؤدي نجاح إلى نجاح التنمية والرؤية 2030. أيضا كان في تقرير يعني فيما يتعلق بتبوء الموانئ السعودية مراكز أيضا متقدمة على من ناحية أو على لائحة أفضل 100 ميناء في العالم، ولا شك أنه للقطاع الخاص أيضا دور في تنمية البنية التحتية اللوجستية في المملكة، وهو أيضا قطاع مهم جدا تسعى المملكة إلى تنميته وإلى لعب دور أهم على الساحة العالمية في هذا المجال. فما دور القطاع الخاص في هذا القطاع اللوجستي الهام؟ صحيح. أولا لا ننسى موقع المملكة الجغرافي وأهمية موقعها في يعني التواصل بين 3 قارات. أيضا يعني البنى التحتية متوفرة بشكل رائع، والتقرير موضح أنه ميناء الملك عبد العزيز وميناء الملك عبد الله، وأيضا لا ننسى ميناء جيزان وفي المنطقة الشرقية ميناء الدمام، إضافة إلى ميناء الجبيل وينبع. كل هذه موانئ هامة جدا تسهل على المملكة العربية السعودية للوصول للأسواق العالمية. القطاع الخاص يقوم دوره من ناحيتين، من ناحية الاستيراد، فالاستيراد المواد بشكل عام والمواد الأولية بشكل خاص يتم عن طريق هذه الموانئ، وأيضا موضوع التصدير، والمملكة أصبحت يعني رائدة في التصدير، وهنالك جزءان في التصدير، جزء اللي هو ما يسمى بالبلك أو المنتجات السائبة، وهذه معظمها تكون بين الجبيل وينبع، وأيضا ميناء رأس النور للمنتجات البترولية، ولكن ميناء الملك عبد العزيز، ميناء الدمام، ميناء الملك عبد الله، كل هذه تقوم باستيراد وتصدير منتجات اللي هو ما يسمى بالكونتينرات، وهذه أيضا لها دور أيضا في التجارة البينية بين المملكة ودول العالم. والقطاع الخاص له يقوم بهذا الدور في التجارة البينية، إضافة إلى استيراد ما تتطلبه المشاريع سواء البنى التحتية أو المشاريع الاستثمارية الموجودة في المملكة. والقطاع الخاص له دور كبير جدا في تنمية حركة هذه الموانئ، وفي زيادة يعني استغلال طاقاتها المتاحة، وأيضا يعزز مكانة المملكة سواء من ناحية التجارة البنية والقوة الشرائية للمملكة، وأيضا بناء شراكات بين المملكة وشركاء الدوليين. والحمد لله يعني المملكة في إطار التجارة الدولية تعد أحد الدول الرائدة في الشرق الأوسط.
سيد عمر، أيضا لا شك أنه القطاع الخاص دور مهم في قطاع السياحة والمملكة، يعني منذ فترة وهي تعمل على تطوير السياحة إن كان بالنسبة للسياح داخل المملكة أو للسياح الأجانب لاستقطابهم إلى المملكة. فاليوم القطاع الخاص فيما يتعلق بالسياحة أين برأيك يلعب الدور الأكبر؟ أو القطاع الخاص له دور مهم، يعني القطاع الخاص يقوم بتقديم الخدمات للسياحة، سواء خدمات الإيواء أو خدمات التغذية والتموين، إضافة إلى خدمات المواصلات. هنالك شركات ضخمة جدا أصبحت في المملكة. أيضا لا ننسى الجانب الديني، فالمطوفين الموجودين بين مكة والمدينة يقوم بأدوار كثيرة في عملية تسهيل وصول الحجيج إلى المناطق المقدسة. أيضا لا ننسى أيضا وسائل أو شركات الترفيه أو برامج الترفيه التي تقوم بها المملكة، يقوم بها القطاع الخاص. كل ذلك يعني يوضح أن القطاع الخاص يقوم بدوره في التنمية، سواء من ناحية تنموية أو حتى من ناحية تجارية. وأيضا السياحة أصبحت المملكة أيضا مستهدفة للسياحة العالمية، وأنا في مقابلة سابقة ذكرت أن الصين اعتمدت المملكة أحد وجهات السياحية، فبالتالي إن شاء الله نجد يعني كم ضخم جدا من السكان الصين اللي يزور المملكة، وتكون المملكة أحد محطاتهم الرئيسية في زياراتهم للشرق الأوسط.